الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يبارك رب يحفظ الله اصحابه. سمعونا الصلاة على حضرة النبي يا جماعة، بنخش معاه اللايف ده، يعمل معانا شير ولايك كده، ويصلي على الحبيب النبي معانا، عشان ان شاء الله باذن الله رب العالمين هيستفاد من الفيديو ده. وطبعا اللي له نصيب في حاجه باذن الله يشوفها. سمعونا الصلاه على حضره جمال سيدنا النبي كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده كمان 10 ذكور يا جماعه، اعمار بتبدا معانا من 7 شهور ل 9 شهور، الاعمار من 7 ل 9. سمعونا الصلاه على حضره النبي كده الله، وكل يخش معانا اللايف ده يشير معانا الفيديو ده يا جماعه، عشان باذن الله رب العالمين كله هيستفيد منه. عقول صنفة. حل يا باشا لاجل الحل. وطبعا احنا النهارده من داخل مزرعة الحاج احمد ابو الحاج، من داخل مزرعة المعلم احمد ابو الحاج، اخو الحاج حسن ابو الحاج يا جماعة، هنا في قرية عرب ابو ذكري. سمعونا الصلاة على حضرة النبي كده الله. مبدئيا كده فور لايف معانا، معانا 10 ذكورة كبار، ومعانا 10 اقل، معانا 10 كبار ومعانا 10 اقل. بس انا عايز اللي يخش معايا اللايف ده يعمل معانا شير ولايك كده، عشان بفضل الله النهارده تسمعوا احسن سعر معانا، اسعار مميزه جدا، سعر جميل، ربنا يبارك للمشتري. 10 ذكورة يا جماعه الاعمار من 7 ل 9، متوسط الموازين في بعض البيان دي 140، متوسط الموازين 140 كيلو و145 كمان. عجل يا جماعه رضا بسم الله ما شاء الله 7 شهور لبن اهو، يعني العجل رضا معانا 7 شهور لبن، مال طيب، ربنا يبارك في صف النصيب. المتوسط معانا الموازين من 140 ل 145، كل سنه وانتم طيبين يا النبي. واللي بدي لكم العرض ده يا جماعه الحاج احمد ابو الحاج ان شاء الله، خليكم معانا على اللايف، ادعونا بشير، ادعونا بلايك، كل سنه وانتم طيبين يا النبي. عم الحاج احمد سلف الله يا ريس، حبيبي عم الحاج احمد، على راسنا عم الحاج احمد، ربنا يبارك لك يا باشا. الناس طبعا على قناه، على الناس اللي مش معانا مشاهدينا ومتابعينا شوف بلدنا، مسح عليهم ومسح على الاستاذ عبد الصبري، تحيه طيبه الى جميع العربيين على هذه القناه. طبعا احنا قدمنا النهارده 20 دخل ابو عمر، طبعا اول 10 من عمر 6 شهور الى 9 شهور تمام، وفي 10 هنا يا باشا من 4 شهور الى 5 شهور. انا عاوزك تفرج المتابع والمشاهد عليهم. احنا فرجنا يا عم احمد ال 10 الكبار الاول، ممكن تخش معانا في السر بعد اذنك، وخليك زي ما انت يا عم الحاج احمد، خليك زي ما انت يا باشا. يا عم خليك زي ما انت قاعد. عليك حبيبي يا عم الحاج احمد، ربنا يبارك لك. الحاج احمد برضه يا جماعه جاي بنفسه اهو، هيخش لكم ان شاء الله في اسعار باذن الله، كله هيترضى منها ان شاء الله رب العالمين. خليكم معانا على اللايف، صلوا معانا على الحبيب النبي كده، اعمل معانا شير ولايك. طبعا احنا مبدئيا ماشي على العالم كله حبيبي يا عم الحاج احمد، مصر وسعيد واسوان، ربنا يبارك لك يا باشا، سينا والكويت والسعوديه وحضن العالم كله مس عليه، ربنا يبارك لك يا رب. طبعا هقدم لك النهارده 10 عيون بما يرضي الله ونعم بالله يا باشا، والسعر بتاعها مفاجاه للجميع. صلى على الحبيب النبي، صلى على رسول الله، توكل على الله بالحق. ده اول واحد يا باشا، صلى على رسول الله في العرض، ده رقم واحد في العرض، ده صلى على رسول الله يا جماعه، صلى الله عليه وسلم، كله صلى على الحبيب، كله صلى على الحبيب النبي يا جماعه. الحاج احمد ابو الحاج طلب منكم صلاه سيدنا النبي، وطبعا مش هنسيبكم النهارده في اللايكات، احنا عايزين لايكات. وادي يا باشا رقم 2 تمام، ده رقم 2 معانا، صلى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ده رقم 2 يا باشا، اللهم صل على الحبيب النبي، الشيخ الالماني من الصنف العالي تمام، صلى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ده رقم 3 صلى على الحبيب، صلى الله عليه وسلم، الفتحه بتاعت البريم والنظام، اللهم بارك يا رب، قول طيبه، تفصل تفصيل وهو صغير تمام، اللهم صل على النبي، وادي رقم 3 صلى على الحبيب النبي كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على الحبيب النبي، صلى الله عليه وسلم، رقم 4 تمام، صلى على الحبيب النبي، صلى الله عليه وسلم، 5 تمام، ادي رقم 6 عند خالد براون تمام، شوف العجل، الله اكبر، صلى على النبي، وادي رقم يا باشا 6 عجل خالد، عجل خالد من الدولار العالي، ده رقم 7 عم احمد معانا، 6 7 ده رقم 7 يا باشا، رقم 7 يا باشا تمام، خليط من بليار من العلاء وجا معاه اهو، عجل طيب اهو، رقم 8 وصل على الحبيب النبي، شايفين الله اكبر، وادي رقم 9 بسم الله ما شاء الله، وادي رقم 10 عيد خالد براون، بسم الله لا لا عليه، الله اكبر، من الاوائل، ربنا يبارك يا رب، صلى على الحبيب النبي، بكام عم الحاج احمد 10؟ 1 2 3 تمام 4 5 6 7 8 9 وادي 10 بكام عم الحاج احمد ال 10 دول؟ صلى على الحبيب النبي، صلى الله عليه وسلم، انا مش هقول لك عاملين 150 ولا 147 ولا الكلام ده، بسم الله عليك،
اللي يخش عليه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكرا كل الله طبعا عشان الزهره كل جديد من عند اولاد ابو الحاج صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل كام؟ كام عامل حاج احمد؟ 142500 بكام؟ 142500 جنيه 142500 المتوسط عامل حاج احمد العيد بتاعهم عامل 14250 14250 وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب ونعم بالله يا باشا فرج برضو المتابع المشاهد معاهم واحد واحد تاني اللهم صل على النبي عشان المتابع يعرف هو بياخد ايه يعني العجول ديت العشرة في بعض المتوسط معانا 14250 يا جماعة الله يبارك لك العشرة في بعض يا باشا ب 142500 اللهم صل على الحبيب النبي ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب اسعار بمرض الله يا جماعة يعني مش هتحسن من كده ربنا يبارك اللهم صل على الحبيب النبي معنا تاني عامل حاج احمد أربع شهور وخمس شهور تمام 10 ذكورة الأعمار ده واحد يا باشا الأعمار معانا أربعات وخمسات تمام اللهم صل على الحبيب 10 ذكورة أبو عمر اللهم صل على الحبيب النبي شايفين يا جماعة الباين صلى الله عليه وسلم سمونا صلاة الحبيب النبي يا جماعة بالله عليكم صلوا معنا على الحبيب النبي كده واعمل معنا لايك وشير واشترك معنا في القناه عشان يوصلك كل جديد وجديد واجي يا باشا ورا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على الحبيب النبي واجي ركب يا راجل تمام وادي 9 اهو معلش يا جماعه اسفين نتاسف على انقطاع اللايف معاكم مؤاخذه يا جماعه الشبكه بس يا جماعه معلش يا عم احمد ده بدانك عايز رقم تليفونك اللي عايز توصل معاك يا عم الحاج احمد في العرض الاولاني ده 012-2 00-00 01-901-901 رقم اخر 010 14 88 45 22 حاج احمد ابو الحاج اخوكم احمد ابو الحاج بس بالله عليكم نخش عبيد ده يدوس لايك تمام ايه يا باشا اجري في العشرة احنا بنتعرض ب 13.5 يا ابو عمر تمام و 13 في اي مكان تمام بس عندنا احنا طبعا لا شوف بقى التدريب من ورا عامله ازاي اللهم صل على الحبيب صل على الحبيب النبي بكام عامل حاج احمد العشرة دول؟ ايوه العشرة دول بكام عامل حاج احمد؟ بالساعة بكام يا باشا؟ العشرة دول يا باشا مش هقول لك عاملين 120 ولا 115 تمام العشرة دول العجل بتاعهم عامل 11250 يبقى العشرة عاملين 112.5 بسم الله عليك تصلي على رسول الله لان السنه بتاعنا مفاجاه يعني ليه ما يجيبوش ب 13000 بس او عمر فين 11250 يا جماعه المتوسط معانا 11250 وصل الحبيب النبي شايفين يا جماعه 10 ذكور امك 10 زغاليل قدامك بسم الله ما شاء الله اقسم بالله في اي مكان بنعرضه ب 125 وب 120 بس احنا ما عندناش الكلام ده تمام يجي هنا يا باشا على دماغنا من فوق واللي مش يجي برضه على دماغنا من فوق واحنا تحت امرك شغال يا باشا بس اهو تمام يا عم الحاج احمد معلش يا جماعه الشبكه نحشه شويه الشبكه بس العشره دول عاملين 12500 العجل بتاعهم عامل 11250 متوسط العجل بتاعهم 11250 الاعمار من 4 شهور لـ5 شهور أوزان 110 تمام صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان بتاعنا وشتنا منوفية قرية عرب وذكري بجوار مغرب الطحين رقم التليفون 012-2-00-41-901 رقم آخر 010-14-80-45-24 تمام يا عم الحاج احمد فرج المتابعين والمشاهدين معاهم اي حد عايز حاجه احنا قدامينه تمام اللي عايز عيد برضه ابو عمر ياخد اللي عايز يجي ياخد اللي عايز عمه كله مبروك عليه اي حد عايز اي كميه بفضل الله وبحول الله موجوده وتحياتي للجميع وفرج طبعا انا بحييك يا عم احمد وشكرا ليك على حسن تعاونك مع مشاهد سوق بلدنا النهارده ومجهودك الجميل ده واسعارك الحلوه مع ب 142500 المتوسط معانا 14250 بس